انا هفكركم بقى بعشر كذبات بيكذبها احيانا الشخص اللي بيشتغل في مهنه الصيدله، وكالعاده احنا هنكشف شويه اسرار. الصيدلي دايما بيقنعك ان هو اساس العلاج، انا دكتور هيكتب لك بس اقتراح لدواء لكن انا هقول لك تعمل ايه وتاخده ازاي وكل التفاصيل، هو عايز يقول لك ان انا الاساس. واحيانا الكذبه الثانيه انه يقول لك الدواء ده احسن، ما تاخدش اللي كتبه الدكتور بس ده احسن من وجهه نظري وبناء على يعني اراء الناس اللي بتجيله في العياده، ودي كمان برضو محاوله من الصيدلي لتعظيم دوره في المنظومه، هو دوره عظيم بس هو بيحب يعظمه شويه. لو صيدلي بص في روشتة كده وبعدين قال لك انا محتاج اخد راي الصيدلي زميلي ودخل جوه اتاخر شويه، اعرف انه للاسف ودي واقعه بتحصل كتير لكن عيب في حق الصيدلي نقول له مش عارف يقرا اسم الدواء. الصيدله كمان طول الوقت بيتريقوا على خط الدكاتره، بس في سر ما نعرفوش عن الصيدله انه لو جاله روشتة بخط وحش بيعرف ان الدكتور ده جديد ويحاول انه يخبي عليك ان الدكتور ده لسه جديد في الشغلانه او مش مشغول قوي، هم فاهمين اللغه. في الصيدليه كل الناس بيقولوا لبعض يا دكتور، بغض النظر اللي واقف ده صيدلي خريج تجاره خريج زراعه كله دكتور. الكذبه السادسه اللي معظم الصيادله مخبيينها علينا انه مع كل صيدليه جديده بتفتح في الشارع في حرب واجواء فظيعه جدا من المنافسه، الصيدلي بيحاول يخبيها عليك. السابعه انه احيانا الصيدله بيقول لك انا كان نفسي ادخل صيدله، ما تصدقش قوي لانه غالبا كان نفسه يدخل طب أو حاجة تانية بس كان مجموعه كبير، ففي صيادلة كتير استخسروا المجموع ودخلوا صيدلة ومش عارفين هيخرجوا يشتغلوا إيه. الكذبة التامنة لما تسأل عن دواء والصيدلي يختفي شوية بس يرجع يقول لك لا لا أصل هو مش موجود، وغالبا احتمال مش متأكدين سواء احتمال الدواء يكون ناقص وهو عنده آخر علبتين يحاول يحافظ عليهم إلى أقصى درجة ممكنة وللحالات الطارئة جدا. الحاجة المشهورة لما ندخل صيدلية بيسألك أحياناً هتدفع كاش ولا أنت تأمين؟ لو أنت تأمين خلي بالك أنك هتستنى شوية لو في زحمة لأنه هتبقى الأولوية أنه يخلص الناس اللي هتدفع كاش بسرعة. الكذبة العشرة ما صدقش الصيدلي لما يقولك أن مهمته هو أنه يوفر الدواء وبس. الحقيقة لأ، لأنه المهنة اتغيرت والمنافسة كمان اتغيرت، فهو كمان مطلوب منه أنه يبيع حاجات تانية زي الأجهزة الطبية ومستلزمات وحاجات تانية جنب الدواء. طبعا زي ما احنا متفقين الكذبات موجودة في كل مهنة وفي كل شغلانة جايز أنها تكون بتحصل، من كل الناس أكيد لأ.